أعلنت أبو ظبي تمام 8 مساء بتوقيتها، أينما كنتم أهلا بكم. علوم الدار 8 أبرز العناوين. رئيس الدولة يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات تحت شعار اليوم للغد. عام الاستدامة يبرز للعالم السجل الثري لتراث دولة الإمارات في مجال الممارسات المستدامة. طاب مساؤكم بكل الخير. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف عام الاستدامة الذي انطلق تحت شعار اليوم للغد من خلال مبادرته وفعالياته وأنشطته المتنوعة إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجا متميزا في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد. وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قائدا عالميا ورائدا في مجال العمل البيئي والمناخي، وترك بصمات مشهودة في هذا المجال، ونحن اليوم نسير على نهجه. وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة اليوم للغد يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤولياتها في مواجهة التحديات. فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم نصنع غدا أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا، لنترك إرثا إيجابيا للأجيال المقبلة كما ترك لنا الآباء والأجداد. وأكد سموه أن ما يكسب عام الاستدامة أهمية، خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث نعمل على جعله حدثا فارقا على في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي، داعيا سموه أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات عام الاستدامة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. عام 2023 عام للاستدامة، هذا ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهو ما يؤكد على حرص قيادة الإمارات على السير على خطى مؤسس هذا الوطن الذي جعل من مبادئ الاستدامة نهجا راسخا وإرثا يرتكز عليه مستقبل الإمارات واقتصادها المتين. كما أن عام الاستدامة يبرز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية. ويشرف على مبادرات عام الاستدامة كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان. وتعتمد رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 على هذا الإرث، توفر استراتيجية للنمو المستدام تركز على التطوير في 5 مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد والموارد الاجتماعية والموارد البشرية والبنية التحتية والبيئة، وفي الوقت ذاته الارتقاء بالعمليات الحكومية للوصول إلى اقتصاد ومجتمع مزدهر ومتنوع وحيوي. وستكون الطاقة النووية دافعاً بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام من خلال المزايا الضخمة التي سيجلبها هذا المصدر الجديد للطاقة، والذي سيوفر طاقة كهربائية صديقة للبيئة ووافرة لتشغيل الصناعات الجديدة وتحقيق أمن الطاقة. كما يجسد عام الاستدامة السجل الثري للدولة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها واستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الديوان الرئاسة بإضافة 8 أشواط لمزاينة مهرجان الظفرة. يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لحفظ التراث ودعما لملاك الإبل وتشجيعهم على اقتناء أهم السلالات وفتح المجال أمام أكبر عدد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مهرجان الظفرة، ليرتفع عدد الأشواط إلى 100 شوط ليصبح عدد الجوائز 947 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 53,212,000 درهم. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تزداد تطورا وشراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات في ظل الروابط الأخوية التاريخية القوية التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في قصره معالي في مورا ألي دهرانا وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي والوفد المرافق، ورحب معاليه بوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية والوفد المرافق، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والهند وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادل وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن انضمام معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء لمجلس القيادات الذي يهدف إلى الإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة وتعزيز جهوده الرامية إلى تطوير السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الأعمال وتكثيف أواصر التعاون الدولي. مجلس القيادات يضم نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات الاقتصاد والأعمال، وذلك لقيادة التوجهات العامة للمنتدى الذي بات يشكل إحدى أهم وأرقى المنصات والتجمعات العالمية المعنية بالعمل على تطوير وصياغة الرؤى والاستراتيجيات لما فيه خير البشرية والإسهام في صناعة مستقبل مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية. علوم الدار 8 مباشرة من مركز الأخبار بعد الفاصل. ضمن فعاليات جناح الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي، جلسة القوة الناعمة في العالم الرقمي تركز على آليات التواصل الفعال لإبراز المنجزات الوطنية. بدون مقدمات، ضيفنا اليوم بشكل خاص هذه المنطقة منطقته، أستاذ عبد الرحمن نجار. وين جبت هالسؤال؟ سوالف الوعدين ما شاء الله عليهم يحوسون. مثل ما يقولون بين قوسين الشعري عاجبني. الحين الهدوء اللي أنت فيه، هل هذا موجود من يوم أنت صغير نفس الحالة؟ هذا شيء عادي يعني. أهم برنامج في حياتك. إيه. بسألك سؤال شوية خاص وشخصي. للأسف يعني ما حصل. ما أدري ليش. ما ودنا ندخل في مكان ثاني يعني. ما بوشعل الليلة 10 مساء بتوقيت أبو ظبي، 9 بتوقيت السعودية على قناة أبو ظبي. تريد الشعور بأكثر رشاقة؟ استمتع يومياً بشرب كوبين من شاي لبتن الأخضر مع نمط حياة صحي. شاي لبتن الأخضر بطعمه الخفيف والمنعش الخالي من السعرات الحرارية لكي تشعر بأكثر رشاقة. هل استمتعت بكوبين من شاي لبتن الأخضر اليوم؟
أهلا بكم من جديد إلى علوم الدار الثامنة مباشرة من مركز الأخبار. وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع منتدى الاقتصاد العالمية بشأن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بشأن مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو. وقع الاتفاقية سعادة ماجد السويدي مدير عام المكتب التنفيذي لكوب 28 وبرج براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والحكومية وممثلين من الطرفين. تناولت جلسة القوة الناعمة في العالم الرقمي التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الأهمية المتزايدة للعالم الرقمي كمساحة لإبراز الإنجازات التنموية والسياسية والمبادرات والاستراتيجيات المهمة ذات تأثير الواسع إقليميا وعالميا عبر أساليب تتسم بالبساطة والقدرة على الوصول إلى مختلف الشرائح العمرية. وتناولت الجلسة الآليات والوسائل القادرة على إبراز قصص النجاح الوطنية باستخدام الإمكانيات الهائلة للعالم الرقمي وكيفية التعبير عن النجاحات والمنجزات المتحققة عبر رسائل إنسانية تخلق جسور تواصل عابرة للثقافات والمسافات. تعد دولة الإمارات نموذجا ملهما في استثمار القوة الناعمة في مختلف المجالات ومضاعفة آثرها اعتمادا على المقومات الهائلة التي تتمتع بها والتي تستند على بنية تحتية متقدمة وحلول ومبادرات رقمية متطورة. أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة حملة صحية توعوية سنوية لتثقيف المجتمع حول أهمية العناية بصحة الفم وإجراء فحوصات الأسنان بانتظام. وبصفتي المزودة الرائدة لخدمة طب الأسنان الوقائية والعلاجية في دولة الإمارات، دعونا نقترب أكثر عن خدمات طب الأسنان من خلال التقرير التالي. توفر شركة أبوظبي للخدمات الصحية عبر عياداتها المتخصصة في إمارة أبوظبي، ومن بينها عيادة الظفر لطب الأسنان، عدداً من الخدمات الطبية المتقدمة بواسطة أجهزة طبية حديثة وأطباء اختصاصيين بمستويات عالمية، حيث تغطي خدمات الأسنان العديد من العلاجات المختلفة، من بينها علاج عصب الأسنان وتركيب الأسنان الصناعية وتقويم الأسنان وزراعة الأسنان وجراحة الفم، بالإضافة لعيادة طب الأسنان العام. الكشف الدوري جدا مهم انه ينعمل في عمر صغير ابتداء من 7 سنوات للكشف عن اي مشاكل في اطباق الفك. يوم المريض يحضر للعياده ونكتشف انه في مشكله ممكن نعالجها باجهزه بسيطه تحمي المريض من انه يتعرض لجراحه الفك في المستقبل، فاحنا جدا ننصح كل الاباء انهم يجرون الفحص الدوري لابنائهم لتفادي هذه المشاكل. تعتبر عيادات الأسنان التابعة للصحة من أفضل المستويات للعيادات الطبية المختصة بكفاءات عالمية وأجهزة حديثة، وذلك لتقديم خدمات شاملة للمراجعين في كل ما يختص بصحة الفم والأسنان. والله العيادة بشكل عام فوق الممتاز كتجربتي كتجربة عائلتي، فكلنا قبل أنا كنت أقول العيادات الموجودة عيادات الحكومية مو ذاك المستوى، بس بعد ما جرب تغير تفكيري، فبشكل عام العيادة ممتازة وأحسن من هالعيادة أنا ما شفت كعيادة حكومية. يأتي الدور المهم لشركة صحة لتوفير أجود الخدمات لطب الأسنان، وذلك للأهمية التي توليها الإمارة والدولة بمجال علاج أمراض الأسنان واللثة وصحة الفم لجميع فئات المجتمع. خدمات علاجية عالية الجودة لأمراض الفم والأسنان تهدف إلى توفير أفضل الرعاية الصحية. شمس المرزوقي لمركز أخبار قنوات أبوظبي من العاصمة أبوظبي. بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية الصحة مؤتمر أبوظبي الثالث للصحة النفسية المتكاملة يومي 21 و22 من هذا الشهر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
أبرز الموضوعات والمبادرات التي تطلقها أبوظبي لتعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، والنماذج الرعاية الصحية للصحة النفسية حول العالم إلى جانب الصحة النفسية لدى الأطفال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، ناقشها نخبة من الخبراء والأكاديميين والممثلين عن مؤسسات محلية وعالمية في مؤتمر أبوظبي الثالث للصحة النفسية المتكاملة. يستهدف هذا المؤتمر جميع المتخصصين الصحيين في القطاع بهدف توفير أحدث ما توصلت إليه اليوم العلوم والأبحاث الصحية والتكنولوجيا فيما يختص برعاية المرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية. نعلم أن الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي متكامل بين الصحة البدنية والصحة النفسية، لذلك من الضروري توفير جميع الخدمات للمرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية. وعلى مدى يومين سيساهم هذا الحدث في تحفيز الحوار حول الصحة النفسية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مما سينعكس إيجابا على المجتمع، وذلك بمتحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوغندا وألمانيا والإمارات ولبنان وكندا وأستراليا. جاءت مشاركة دائرة الصحة في أبوظبي اليوم في المؤتمر الثالث للصحة النفسية تماشياً مع استراتيجية الصحة النفسية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع بما في ذلك خدمات الصحة النفسية، حرصاً منا لتحقيق رؤية دائرة الصحة في أبوظبي، أبوظبي مجتمع معافى جسدياً ونفسياً، وترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية. ويعد المؤتمر فرصة لمد جسور التعاون بين القطاع العام والجهات التنظيمية ومزودي الرعاية الصحية. مؤتمر أبوظبي الثالث للصحة النفسية المتكاملة يعكس الارتقاء بالآليات والخطط للنهوض بالصحة النفسية بين أفراد المجتمع. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ندى الزعابي، أبوظبي. وحان دور السياسة وعلوم العالم، وبعد الفاصل نتابع. وزراء الدفاع في حلف الناتو يبحثون مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل دبابات متطورة، وموسكو تقول إن ذلك لن يغير مسار الحرب. الشعب اللي في الامارات كله ما ودي ان يسمع الوافد ان يسمع شيء يجرح نفسه ويجرح خاطره. اذا شيء لنا نتفاخر فيه في دوله الامارات فهو بالمقيم والمواطن على ارض دوله الامارات، نحن لنا الشرف ان نحن نخدمه. لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه. والله يا أهلي يعني لما سمعت كثير من المقيمين يغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعت عيني نزلت. ايام العز راحت، ايام العز راحت، ايام العز راحت، ايام العز راحت. هاجت عيدوا من ورا بعض، اشربوا ريد بول وشغلوا راسكم. من امتى بتقلنا شو لازم نعمل؟ مظبوط، منك الرئيس علينا الاول قلنا. اي نعم، الفردية عادة بتفوت بالحيط. ريد بول بيعطيك جوانيح. أهلا بكم إلى علوم العالم وأبرز الأخبار العالمية.
بدا وزراء الدفاع وضباط عسكريون كبار من دول غربية عدة اجتماعا بدعوة من الولايات المتحدة لبحث سبل دعم أوكرانيا عسكريا، ويتصدر جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد في قاعدة رامتشتاين الجوية الأمريكية غربية ألمانيا مطالب كييف بتوفير دبابات قتال قوية. وطلبت الولايات المتحدة حليفة ألمانيا بإرسال دباباتها القتالية من طراز ليوبارد 2 لمساعدة أوكرانيا على مواجهة القوات الروسية، لكن برلين ترفض التحرك الأحادي وتصر على أنها لن تستطيع أن تفعل ذلك إلا بالتنسيق مع حلفائها في حلف الناتو. وفي موسكو أكد الكرملين اليوم أن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا لن يغير مسار الوضع على الأرض، وذلك تزامنا مع اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف الناتو. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه الشحنات من الدبابات لا يمكن أن تغير شيئا، بل ستسبب مشاكل جديدة لأوكرانيا، مشيرا إلى عبء صيانتها وإصلاحها. واتهم الناطق باسم الكرملين الدول الغربية كذلك بالتشبث بما وصفه بالوهم بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أنه يتوقع قرارات قوية بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع رامشتاين اليوم. وتوقع الرئيس الأوكراني حزمة دعم عسكري من الولايات المتحدة وألمانيا للموافقة على تزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 التي يسعى المسؤولون في كييف بشدة للحصول عليها لشن هجمات ضد القوات الروسية. قال الجيش الأمريكي في بيان إن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أمريكية في منطقة التنف بسوريا اليوم، لكن لم تقع إصابات بين الجنود الأمريكيين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرتين مسيرتين تم إسقاطهما، بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع مما أدى إلى جرح 2 من قوات الجيش السوري الحرة. ينظم نواب مستقلون في لبنان اعتصاما في البرلمان لتكثيف الضغوط على السلطة السياسية لانتخاب رئيس جديد في ظل فراغ رئاسي مستمر منذ قرابة 3 أشهر والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وقالت النائبة نجاة صليبة لرويترز إن النواب المعتصمين سيبقون في جلسة مفتوحة حتى شعار آخر، ولبنان بلا رئيس ولا حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتهاء ولاية ميشيل عون في أكتوبر تشرين الأول، مما زاد من تعقيد مسار الخروج من الانهيار المالي منذ 2019. اعتبر تقريرا للأمم المتحدة أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي غير قابلة للاستمرار من دون زيادة عددها، طارحا احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية. ورأى التقرير أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، مقترحا 3 خيارات لمعالجة الوضع، أحدها زيادة عددها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة والعتاد، بينما سيكون الخيار الثاني سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة وتحويلها إلى مهمة سياسية خاصة. ويقوم الخيار الثالث على إبقاء البعثة مع تغيير التفويض من خلال إغلاق بعض المعسكرات. علوم الدار الثامنة انتهى. تذكير بأبرز العناوين: رئيس الدولة يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات تحت شعار اليوم للغد. عام الاستدامة يبرز للعالم السجل الثري لتراث دولة الإمارات في مجال الممارسات المستدامة. ألقاكم في 9 مساء بتوقيت أبوظبي وعلوم الدار 9. إلى اللقاء.